المراقبة على مولودية وهران. في هذا العدد مشاهدينا الفاضل سنتوقف أيضا مع بيان لرئيس أو لنادي شبيبة ثورة والذي وجهه للاتحادية الجزائرية لكرة القدم والفاعلين في كرة القدم بقرار من الاتحاد الجزائري لكرة القدم بإبعاد الرئيس السابق لنادي شبيبة ثورة محمد زرواطي من دخوله إلى الملعب. سنعود لهذا الموضوع بالنقاش، لكن أيضا الموضوع الذي سيفتتح به النقاش هو دفتر الشروط الذي سيكون على طاولة السلطات العمومية والتي بدأت في إعداده والذي سيكون خاص بطريقة تسيير الملاعب الجديدة، حيث ستتشكل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارة المالية وزارة الداخلية وأيضا وزارة الشباب والرياضة. ما هي الفوائد وما هي أبرز النقاط وما هي الغاية المرجوة من هذا الاجتماع؟ كل هذه النقاط سنقف عندها بالتحليل والنقاش رفقة ضيوف أعزاء. أتشرف بحضورهم معي هنا في أبلاطو. ياسين معلومي، تحية طيبة، مرحبا، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا، أهلا وسهلا بك. التحية أيضا موصولة لفارس ناصر. مرحبا، أهلا وسهلا بك سي فارس، شرفنا كثير بالحضور. مشكور سي خالد لهذه الدعوة. وايضا ارحب بمن يلتحق بنا عبر خدمتي الهاتف، زميل الاعلامي معاذ نمرودي. تحياتنا لك معاذ، مرحبا، اهلا وسهلا بك. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. قال تحيه لك ولياسين معلومي ولفارس ولكل مستمعي ومتابعي قناه شروق. مرحبا، اهلا وسهلا بك معاذ. قبل ان نبدا معك معاذ، دعني اتوقف مع زميل ياسين معلومي. طبعا دائما يكون الحديث عن الانديه وعن البطوله الجزائريه، لكن نريد دائما نفتح قوس فيما يخص المنتخب الوطني المعني بتربص تحضيري خلال شهر اكتوبر، معني بمباراتين في اطار الجوله الثالثه والرابعه امام منتخب الطوغو في اطار تصفيات كاس امم افريقيا. البدايه خالد مع المدرب الوطني بيتكوفيتش لوحده ندوه صحفيه يوم الخميس. المدرب الوطني 7 اكتوبر يوم نعم يوم الخميس 7 اكتوبر نظن الناخب الوطني غدوه يلتحق قوس مبيل الجزائر. يوم الثلاثاء يكون في تيزي وزو لحضور الدربي بين شبيبه القبائل ومولوديه الجزائر. ونظن المعلومه راهي شبه مؤكده خالد انه لقاء المنتخب الوطني لقاء الجوله السادسه بين المنتخب الجزائري والمنتخب الليبي اللي راح تلعب يوم 19 نوفمبر بنسبه كبيره نقول لك ربما 100% انها راح تلعب اسمه في تيزي وزو، راح تلعب في تيزي وزو. ونظن انه الاتحاد الجزائري لكره القدم كان سل في اللقاء الافتتاحي، يعني افتتاح ملعب تيزي وزو كان سل يعني بعض الاعضاء الى اخره لمعاينه يعني الملعب. ونظن بنسبه كبيره انه لقاء الجوله السادسه بين المنتخب الجزائري والمنتخب الليبيري سيلعب بملعب تيزي وزو، لان هذا الملعب حقا يعني تحفة وإضافة لكرة القدم الجزائرية. طبعا مباراة كانت كبيرة أمام شبيبة القبائل ونادي أقوى، والمنتخب الوطني أيضا يريد أن يقترب من الجماهير، خاصة أن الجولة المقبلة ستكون في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا أمام الطوغو، وستكون في ملعب 19 ماي بعنبة، ثم سيستقبل ليبيريا في ملعب حسين أيت أحمد. يعني ملعب جديدة، ملعب تحفة، إضافة للبطولة الجزائرية وللجزائر على كل الأصعدة، لكن تسييرها مهم. فارس أصعب شيء تسيير الملاعب والحفاظ عليها. نعم، احنا كنا ندينا منذ سنوات على تسيير الملاعب بالنسبة للبلديات، هذه البلديات والمركبات والأندية. الحمد لله أنا شفنا، أنا قلت هنيئا للأجيال هذه اللي راح تلعب في هذه الملاعب هذه، هنيئا لهم. طبعا خالد زيد معلومة فقط. نعم، نسبق الزميل والأخ وحبيبي اسمه معاد. خالد بنسبة كبيرة ملعب 5 جويليا سيتم افتتاحه بداية من 15 أكتوبر ومنطقيا راح يحتضن كل أسبوع 4 لقاءات، يعني في الأسبوع. نظن المشكل اللي هو واقع أنه كاين 3 أندية منطقيين اللي معناها باش يلعبوا بملعب 5 جوية، كاين نادي بارادو، كاين شباب الوزداد، وكاين اتحاد العاصمة. مولودية الجزائر اليوم هو عنده الملعب تاعو. نظن أنه في الأسبوع لو صح ننجموا نلعبوا في ملعب 5 جويلة 4 لقاءات، أنا نظن في الأسبوع، يعني نظن أنه المشكل هذا بداية من منتصف يعني هذا الشهر، يعني المشكلة راح يحل نهائيا. نعم، الدوموسيليسيون دوموندو نيلسون مانديلا 3 فرق هذا وايضا 5 جويليا. نعم، اذا نتكلم على الملاعب الجزائريه مشاهدينا الفاضل، هي ملاعب تحفه، ملاعب على الطراز العالي، واكتشفناها وتابعناها، وايضا استفادت منها الجزائر والانديه الجزائريه، لكن النادي الوحيد الذي يملك حق تسيير الملعب هو مولوديه الجزائر وملعب علي لابوينت، لكن دائما يطرح مشكل تسيير الملاعب. هناك من تحدث، وايضا معك معاذ كنت اليوم
منذ ساعات كنت خرجت بمقال في جريدة الخبر تتحدث على الانطلاق في إعداد دفتر شروط والذي ستشرع فيه السلطات العمومية من خلال اجتماع لثلاث وزارات، وزارة تضم وزارة المالية وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة. ما هو الهدف من هذا الاجتماع وما هو فحوى دفتر الشروط؟ بالفعل تحية مجددة كما قلت خالد لك ولزملائك في الاستوديو ولمتابعي قناة الشروق. دفتر الشروط هذا الذي كان على الطاولة منذ سنوات، كان مجمدا لسنوات، اليوم ربما أنا الأوان من أجل الشروع فيه وبطريقة استعجالية لإعداد دفتر الشروط في إطار تسيير الملاعب في حق الامتياز. تعلم أن هذه الملاعب التي شيدت بأموال باهظة من طرف الدولة الجزائرية وملاعب بمواصفات عصرية تتطلب كذلك صيانة عصرية في كل مرة، وليس قبل كل مباراة نجد الصعوبة أولا في تشيير هذه الملاعب، في الوقوف على جاهزيتها لمختلف المواعيد والاستحقاقات سواء المحلية أو حتى القارية، وكذلك فيما يتعلق بصيانة هذه الأرضيات. تعلم أنه كان هنالك اجتماع يوم الخميس الماضي، تم تشكيل لجنة بحضور ممثلين عن وزارة المالية، لأنه أملاك الدولة لضمان هكذا وزارة المالية ممثلة كانت حاضرة بممثليها، كذلك وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشباب والرياضة. الاجتماع الذي كان في مبنى وزارة الشباب والرياضة تم تناول فيه العديد من النقاط التي كانت مطروحة من قبل، لأنه كما قلت تم شروع في هذا دفتر الشروط منذ سنوات بقي مجمدا. تم تحفظ على بعض النقاط خاصة وأنه في دفتر الشروط تم الاعتماد على المرسوم الرئاسي الذي صدر سنة 1990 في إطار حق الامتياز، وتعلم أن الأمور تطورت خاصة في الجانب التسييري. مثلا اليوم الملاعب التي يطلق عليها التسمية تطلق مثلا ملعب نيلسون مانديلا، بالإمكان إضافة شركة تجارية للاستفادة من عائدات الإشهار من خلال الترويج لتلك المؤسسة التجارية والاقتصادية، وهذه المداخيل ستكون بالفائدة على من سيسير الملعب وسيكون مرتاح من الجانب المالي من أجل صيانة هذه الملاعب. وفيه عدة نقاط تحت نعم هذه النقاط، وفي مخصص أيضا عقد الامتياز. أتوقف معك ناصر فارس في هذه النقطة، عندما نتحدث على عقد امتياز بالنسبة للأندية، هل يمكن للأندية حاليا بتركيبتها أن تكون أهل لتسيير الملاعب؟ أتكلم على الأهلية، ونحن نعلم أنه الأندية حاليا هي عبء على الشركات الوطنية وكلها ما عندهاش حتى نظرة استشرافية فيما يخص العائدات المالية. يستحيل بالتسيير الحالي، ما يقدروش يسيروا ملاعب وما يقدروش يقدروا يدخلوا حتى مداخيل في ظل هذا الوضع. ايضا هي شفت احنا حتى بطوله ما قدروش يسوقوها ولا الانديه. رانا نشوفوا في التسيير الحالي في تسيير الفرق راهم حاصلين شركات واموال كبيره، شفنا ما قدروش يسيروا فرق في بطوله راهم حاصلين، يقدروا يسيروا الملاعب. انا نقول باللي صعيب الحال. وماذا يجب حتى يمكن نستفيد من هذه المرافق من حيث التسيير إذا لم يكن هناك اتجاه نحو عقد امتياز بالنسبة للأندية؟ عقد امتياز أنا نقول لم يطلع، لو كنت تطلع القيمة السوقية للبطولة ولا يتم تسويق البطولة تاعنا، ولا حتى هو التكوين يقدروا في التكوين يقدروا يطلعوا المستوى تاع البطولة تاعنا باش يسوقوا للبطولة، يقدروا بالملاعب تولي فيها مداخيل. لكن في الوقت الحالي قلت لك في التسيير الحالي ما يقدروش، ما عندناش مشكون الحين باش راح تدخل راه تقدرش تدخل راه. ياسين في هذه النقطه، اليوم عندنا ملاعب وفق المعايير العالميه، لكن احيانا نكون حاضرين بقوه في المستوى العالي لما يتعلق باحداث مناسباتيه في الشان او مباراه منتخب وطني، لكن لما يتعلق الامر باليوميات نشاهد ملعب نيلسون مانديلا أرضيته لم تكن جاهزة، ملعب دويرة وقع فيه ما وقع، ملعب ميرود هاتف أحيانا ما يكونش جاهز، ملعب 19 ما يبيع النابة وملعب حملاوي، هذه الأمور. واليوم نتحدث على نظرة استشرافية للاستفادة من هذه المرافق خاصة من حيث العائدات المالية. شوف خالد، مشكل الملاعب هذا موش مطروح من اليوم، مطروح منذ سنوات، يعني ربما مباشرة بعد استقلال كاين الملاعب، كانت ملاعب ترابية، بعد جات من بعد كاين هذوك تاع غازون
سنتيتيك ومن بعد جينا اسمه العشب. اليوم انا حلينا مشكل ولو عندنا ملاعب دوك كيفاش نحافظوا عليهم وكيفاش نستفادوا منهم؟ شوف خالد في كل يعني في كل بلدان العالم ورانا زورنا اللي يعني ملاعب عالميه الى اخره، ولكن طريقه التسيير انه شكون اللي يسير الملعب. حنا في الجزائر اللي يسير الملعب هو رئيس الفريق، رئيس الفريق هو اللي يسير الملعب، رئيس الفريق هو اللي يجيب تيكيات، هو اللي يقطعهم، هو اللي يخلي الناس يدخلوا، هو اللي كذا هو اللي كذا هو اللي كذا. هي منطقيا خالد تكون فيه شركات مختصه، ناس واسمو سيدي زانجينيور، يعني في طريقه التسيير ملعب ولا اي حاجه واحده اخرى. وهذا الشيء غائب. لماذا اليوم خالد مثلا في الوقت هذا اللي رانا واسمو نتحدثوا فيه مقابله في القمه في الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد وريال مدريد، هل بعد اللقاء نسمعوا باللي التيكيات مزورين ولا ما كاش ولا الى اخره؟ هذه عندنا غير احنا ولا السيت تاع تذكيراتي معطل ولا خالد. وزيد حاجه واحده، الساعه مازال معطل وزيد خالد لي بي ثم لي تيكي تباعوا غاليين، ربما 5 ملايين 6 ملايين 7 ب 10 ملايين واسمو بدراهمنا. احنا 200 دينار جزائري، حتى المناصرين خالد، بعض المناصرين حتى هما يحبوا يدخلوا باطل خالد. احنا العقليه وحيت المناصرين لما تفتح له زوج بيبان ثاني عنده مشكل. لا عنده، شوف انا اليوم نحيو تفتح له زوج بيبان مناصرين ثاني، نحيو الناس تيجي وزو في لقاء الديربي هذا بين شباب القبائل واقبو. سمعنا كاع الناس باللي قال لك تنظيم محكم، فتحوا الابواب كامل، الناس كانت كالفرحه كالعس، انهم الناس راح تشوف. تحيه للانصار وللمنظمين طبعا. المنظمين مضى تيجي وزو، المنظمين كانوا مهيئين، شفنا من قبل المقابله باسبوع كان يديروا شغل، نقولوا حنا في ميزون سان تمثيليه، ميزون سانك ايه سيو كلش، معناها تقدر تقول كانوا متهيئين. شفنا عكس مقابله المولوديه. وزيد خالد انه احنا في كل سنه نشوفوا باللي هذه التيكي كانت تزوير. رحنا الموقع التذكيراتي رحنا كذا، ما لقيناش مشكل. يعني هذا الجزائر كاع ما كانش واحد اللي يخمم، ما كانش واحد يعني يجي يعني ينجم يلقى هذا الحل. الحلول مطروحه معاذ من خلال المقال وخلال هذا الاجتماع. الاجتماع هو يتحدث على ما يجب ان يكون، لكن لما ننزل الى الواقع، وانت ادرى ايضا لما الواقع الذي تحدث عليه ياسين معلومي هنا في بلاطو هو الواقع الذي يعيشه المناصر من خلال الدخول الى ارضيه المدرجات والصعوبات التي يتلقاها، وايضا ظروف التنظيميه وغياب كل المرافق داخل الملعب الذي يحتوي على كل المرافق. كيف يمكن أن يكون دفتر شروط على الطاولة يكون مجسد على أرض الواقع؟ اليوم خالد دفتر الشروط هذا وحق الامتياز حقيقة لا بد منها ولا مفر منها، وإلا فستبقى هذه الملاعب عبء على الدولة الجزائرية التي شيدتها، وستجد صعوبة في كل مرة في تسييرها. لأنه اليوم بحق الامتياز مثلا الشركات المالكة، نحن نتحدث عن فرق وهي شركات تجارية ذات أسهم، أي لديها سجل تجاري وبإمكانها التقدم للحصول على حق الامتياز بطبيعة الحال بشروط مع الاستفادة من العائدات. أتوقف معك في هذه النقطة، هي شركات تجارية ذات أسهم، سجل تجاري أي نعم، لكن في الواقع مفلسة تماما منذ تأسيسها. نتحدث خالد لما نتحدث حتى أكمل كلامي، لما نتحدث عن الشركات التجارية ذات أسهم أنا أتفق معك على أنه هذه الشركات وطريقة التسيير خاطئة، ولكن من خلال حق الامتياز بإمكان هذه الشركات اليوم أن تجني أموالا من وراء تسييرها لهذه الملاعب، وبطبيعة الحال ستستفيد من الإشهار. كما قلت اليوم مولودية الجزائر الشركة المالكة هي سوناطراك، اليوم ملعب دويرة كيف ستسيره مولودية الجزائر؟ كيف ستضخ الأموال؟ بطبيعة الحال المولودية يجب عليها أن تستثمر في ذلك الملعب وفق دفتر شروط محدد، لأنه اليوم باجتماع كما قلت ممثل عن وزارة المالية، نعلم أنه لضمان وهم أملاك الدولة، هذا ملك للدولة الملعب حتى ولو منح وتم تقديمه لمولودية الجزائر. اليوم مثلا شباب بلوزدات تقدم منذ سنوات من أجل طلب حق تسيير ملعب نيلسون مونديلا وهو ينتظر مثلا ذلك. اليوم شركة مدار هي الشركة المالكة لشباب بلوزدات، بإمكانها اليوم إجراء تغييرات مثلا في الملعب والاستفادة من عائدات الإشهار. ليس هو فقط ملعب لكرة القدم، ياسين معلومي يعلم جيدا جاب مختلف الملاعب سواء في افريقيا وحتى في اوروبا، نعلم انه حتى بعد فتره التوقف ونهايه الموسم
كيف يتم الاستفادة من تلك الملاعب تجاريا، والقانون يسمح لك بما أنك شركة تجارية ذات أسهم هذه الفريق أساسية، والشركات المالكة هي ذات طابع اقتصادي. اليوم لدينا ملعب فقط واحد في الجزائر بإمكانه لديه تلك الاستقلالية المالية ذات طابع اقتصادي، وملعب ديوان المركب الأولمبي، وملعب 5 جويلية تابع لديوان المركب الأولمبي. أما بقية الملاعب صدقني خالد لو نبقى على هذا الحال فستكون هنالك كارثة مستقبلا، وسنجد أنفسنا أمام ملاعب ستتعرض للإهمال، أولا من حيث الصيانة، من حيث يد عاملة يجب أن تكون مؤهلة، يجب أن تكون هنالك دورات تكوينية لمن سيسهل على تسيير تلك الملاعب، وإلا سنجد صعوبة. أعتقد أنها بادرة خير اليوم بالمسارعة، هي ربما ما حدث اليوم مع منح ملعب دويرة لمولودية الجزائر، والصعوبة في تسيير ملعب علي لابوانت الممنوع لمولودية الجزائر، من هنا سنجد انفراج هذه الأزمة، لأن الأمر اليوم يتعلق بملعب حسين أحمد بتيزي وزو، ملعب ميلود هاتفي بوهران كذلك. نعم، والملاعب المنشآت الجديدة خالد تصور اليوم أنك مثلا تمنح لوزارة الشباب والرياضة تسيير تلك الملاعب، لا يمكنها تسيير تلك الملاعب، تتطلب أموال باهظة، لا يمكن يمكنها السهر في كل مرة على صيانة أرضيات الملاعب والتدخل في كل مرة حتى أفتح قوس مثل ما حدث اليوم ويحدث اليوم بملعب نيلسون مانديلا. تصور أنه منذ أسابيع الأرضية كانت كارثية، اليوم الأرضية تتعافى تدريجيا، تم اتخاذ قرار بإعادة فتح الملعب والأرضية حسب عمال الصيانة غير جاهزة بنسبة 100%. من هنا لو تكون هنالك تسيير لهذه الملاعب في إطار حق الامتياز لشركات، لن نجد اليوم أنفسنا أمام هذا الوضع بتدخل الوزير وتنقل الوزير شخصيا إلى ملعب نيلسون مانديلا لمعاينة الأرضية، وتوريط اليوم ديوان المركب الأولمبي في كل مرة مثل ما تم توريط المكلف السابق بتسيير الملعب الذي تم تنحيته بسبب الأرضية والملعب غير تابع أصلا وقانونا لديوان المركب الأولمبي، سنجد أنفسنا دائما أمام نفس الأخطاء. لذلك كما قلت أنا اليوم هي بادرة خير ونحو انفراج الأزمة حتى تكون الأمور مقننة بدفتر الشروط الجديد لتسيير هذه الملاعب خالد. نعم، شكرا جزيلا لك معاذ نمرودي، كنت معنا عبر خدمة الهاتف. هذه النقطة هو طموح أنه تسيير الملاعب وفق المعايير العالمية. أنا فيها سؤال، كيف يمكن أن تسير من طرف مع احتراماتنا للأندية التي ولدت ومثل الطفل الذي في فمه ملعقة من ذهب؟ نعم. يعني هو متعود على أنه الأموال جاية، كيف يفكر هو كيف يستثمر؟ في كلامك خالد نفس الكلام، أنا قلت لك مش من جهة من الأخر قال له بالعامية ويلا هاد دفتر الشروط خدموه للأندية هذه المحترفة ما درنا والو، قال راح نرجع لنقطة الصفر ونفس ونشوف لازم شركات خاصة. أشكو إلى كاين نقطة، لو هذه الشركات المال النادي لهذه النوادي المحترفة، الشركات هذه ذات الأسهم الرياضية، إلى تدير فروع في الشركة تاعها مختصة بتسيير الملاعب، تفهم في العشب، تفهم في التسيير، عندها امبارتي سيكوريتي معناها الأمن أمنيا، تقدر تسير ملعب. وإلى بهذا التسيير سامحني ما راح يدخلوا لا دراهم ولا حرمبرسي ودراهم ولا حتجيب دراهم ولا تدخل دراهم. خليني نزيد كلمة فقط، العشر شركات وطنية أنظن 10 شركات كاين اللي راهم يسيروا، يعني اللي راهم يمولوا هذه الأندية. أوكي. نتمنى فقط مع نهاية الموسم هذو يمدوا البيلون تاعهم، يمدوا الحصيلة تاعهم الموسمية، لأنه القانون التجاري يقول في ظرف 3 سنوات خلال 3 سنوات إذا كان البيلون تاعك نيجاتيف معناها يعني فايت وفايت معناها راك مفلس معناها. أوكي. اليوم مثلا يعني شركة مفلسة تحل إحدى الشركات هذه اللي حاكمة النادي، حاب نفهم أنا يعني هذه الأموال الكبيرة اللي مدتها كيفاش تكون عائدة؟ كيفاش يكونوا ريفينيو؟ هل يكونوا بريبي تاع سطان؟ من المستحيلات. هل يكونوا لابون تاع المايو؟ من المستحيلات. اليوم انه هذه الشركات الوطنيه راهي تجي تمد الاموال للانديه، والانديه خالد بعض الرؤساء بدون عقلانيه راهم يمدوا اموال كبيره وكبيره وكبيره جدا لبعض اللاعبين خالد مستواهم، انا انا اقول لك هذا رايي، مستواهم خالد ما يسواش القيمه الماليه خاصه في البطوله تاعنا. لا حتى ياسين، حتى وين كان يسواها على الاقل نفكروا في العائدات، يعني اذا كنا نمد اموال طائله اي لاعب مهما كان مستوى على الاقل يكون هناك عائدات. انا كنت عندي تجربه في ادغال افريقيا،
في مع واحد من الفرق الصغيرة شفناهم كيف يتم الترويج لقميص النادي في المدرجات مع الفرق، لأنهم عارفين انه ما فيش اموال دون الترويج وبيع الاقمصه او الدخول الى المدرجات. البطوله الاسبانيه اليوم، البطوله الاسبانيه في الجوله الخامسه ولا السادسه ولا باش من الجوله، ريال مدريد راح شرا مبابي باريس سان جيرمان. خالد يقولوا انه ربما اكثر من 70% من القيمه الماليه اللي شراو مبابي مدخلوها في المبيعات تاع اسمه لي تيشيرت. التيشيرت تاع ريال مدريد تاع مبابي خالد يسوى 180 يورو، 5 ملايين يعني واسمو بدراهمنا. هاي الناس اللي تسوق، احنا مش انا نجيب لاعب، انا اليوم جيب اي لاعب حبيت البطوله، ولكن واش من الفائده؟ اسكو هذا يعني ناخذ مثال، اذا كان لاعب هداف تاريخي للمنتخب الوطني اسمه اسلام سليماني يعود لشباب الوزداد، ما فيش ترويج الكبير والاستفاده من استقدام لاعب بهذا الحجم. نستفادوا ايضا لاعب اونتي ديلور، واحد من اللاعبين متوج بكاس من افريقيا بودبوز، يعني استقدامات جبناهم وقنعنا لاعبين، لكن العائدات الماليه غير موجوده. هذا السؤال يجب ان يجيب عليه رؤساء الانديه وايضا نظره الاتحاديه الجزائريه لكره القدم في هذه. خليني نزيد لك انا، خليني نعطيك بان كروشي كبلومي كما يقولوا. هذا صح، الانديه الموجوده في البطوله المحترفه تاعنا 16 نادي، ياك القانون يقول لك انه لازم تجيب لاعب دولي، لازم تجيب، لما تجيب لاعب تجيبوه من الخارج لاعب دولي. هاي لا دات فيفا دون كيلكو جور، حبينا نشوفوا شكون الانديه هذو، شكون اللاعبين اللي يروحوا، ما عدا اتحاد العاصمه اللي عنده لاعب من بوليفيا، اولمبي شلفنظل اللي عنده زوج ولا ثلاث لاعبين اللي يروحوا، ولا نادي خالد، ولا نادي جزائري. هاد اللاعبين اللي يجيبوهم خالد موجودين في البطوله تاعنا، انك تروح تجيب انت رؤساء الانديه يكذبوا علينا، ما همش يجيبوا لاعبين دولي. لا بصح لازم له رخصه، هو لازم له عفوا الاجازه، الاجازه انه يلعب في اصناف شابه، يلعب كاش عام. ولكن انا نقول يعني حاجه منطقيه، لاعب دولي من الصعب جدا باش يجي البطوله الجزائريه. حتى في افريقيا خالد اللاعبين الافارقه يعني باش يجي البطوله الجزائريه يروح يلعب اولا خالد، يروح لاسبانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا كذا، ومن بعد يروح للخليج ومن بعد تونس والمغرب باش يجي البطوله تاعنا. انا ما نظنش كاين يعني لاعبين دوليين اللي عندهم قيمه كبيره ويجوا البطوله تاعنا. يلا نبقاو دائما مع الملاعب. هذا دفتر الشروط، هل تراه واحد من خطوات نحو الانفراج وتسيير الملاعب في انتظار يعني التعرف على تفاصيل دفتر الشروط، ام انه يجب مراجعه الاحتراف في الجزائر قبل ان نتنقل الى تسيير الملاعب ودفتر الشروط؟ والله الاحتراف يا خالد باش نعاودوا نرجعوا ونديماروا من جديد راح نضيعوا سنوات واحده اخرى. وباش تتصل بالنسبه نرجعوا لهني لنقطه الملاعب، اني قلت لك انا الا راح يكون تسيير لهذه الانديه ولا الشركات المالكه، الا كان راح تكون فروع تسيير ملاعب تكون كما قلت لك عندها خبره في العشب وعندها خبره في عندها شركه امنيه اللي راح تسكلب بالامن تاع الملاعب، وعندها في ياسر امور كاين او نروحوا الى فكره مثلا شركات شركه خاصه، شركه خاصة تسيير ملاعب هي اللي تستكلف خي عندها خبراء في او شركات في شركات تجاريه اللي حابه تستثمر ممكن استثمر. تجعل من ملعب اسم الملعب. لازم دفتر شروط ما يكونش خاص بالشركات هذه المفلسة، الشركات الرياضية المفلسة، يكون دفتر شروط لكل الشركات، أي شركة مختصة في التجارة تقدر تجي تشريها، بيع لك ونشري لك خويا، نبيع لك ملعب الشروق. يكون ملعب الشروق نبيع لك خويا، نبيع لك ولا عندي فايدة. أنا سؤالي اليوم خالد، أنا صحفي هو اليوم الآخر خالد، والأندية اللي ما عندهاش شركات وطنية ناخذوا اولمبي شلف، ناخذوا مقرا، ناخذوا البيض بسكرا هذو، واللي ما عندهمش شركات وطنيه كيفاش نتعاملوا معهم؟ كيفاش نتعامل اليوم كما قال معاد صاحبنا، اليوم راح نديروا دفتر شروط الى اخره، والانديه اللي ما عندهاش شركات وطنيه كيفاش نتعاملوا معها؟ واش من الطريقه اللي نتعاملوا معها؟ كيفاش اليوم كيفاش تتعامل معهم؟ وهل انا نقول لك حاجه، لكن الحلول يجب ان الحلول عن بكرة ابيها، نخطو خطوه على الاقل تكون ايجابيه وبعدها نسيروا في تلك الخطوات. 10 انديه، انا نقول لك حاجه خالد، من اليوم راني نقول لك 120% انه الانديه اللي راح تسقط هي الانديه اللي ما عندهاش شركات وطنيه، هذه مؤكده، لانك اليوم كي ما عندكش الاموال. خالد انا كنت نتحدث اليوم مع رئيس نادي ما عندوش شركة وطنية، قال لي رانا حاصلين وين نباتوا في البروشان ماتش، ما عندوش حتى 30 مليون باش يديبلاسي، ومن بعد اسمه أندية واحدة أخرى. البيض الانطلاقة اللي شيء مؤسفة، فريق البيض أنا نتنبأ باللي ما راح يكون موسم صعيب جدا، موسم صعيب البيض هذا العام، موسم صعيب.
موسم صعب بالنسبة لمولودية البيض. نبقى مشاهدينا فاضل مع البطولة الجزائرية، واليوم كان بيان لنادي شبيبة الثورة على موقعه الرسمي تحدث على قرار الذي أصدرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والتي تخص مسير الرابطة سيد مسلوق، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والذي قرر من خلاله منع الرئيس السابق لفريق شبيبة الثورة محمد الزرواطي من الدخول إلى الملعب، وهذا ما جاء في بيان فريق شبيبة الثورة عبر موقعها الرسمي بمنع مؤسس فريق شبيبة الثورة من دخول الملعب خلال المباريات الرسمية. والقرار الذي وصف وفق البيان بالغريب والغير المسبوق في كرة القدم الجزائرية، وطبعا ردة فعل إدارة شبيبة الثورة كانت قد عبرت عن استنكارها الشديد لهذا القرار، والبيان كان يوضح بأن هذا القرار يمكن أن يؤثر سلبا على فريق شبيبة الثورة، حيث هددت الإدارة والمكتب المسير المؤقت بالاستقالة الجماعية. طبعا حتى نتحدث الموضوع معنا المعني مباشرة هو السيد محمد زرواطي الرئيس السابق لفريق شبيبة الثورة. تحياتنا لك سيد زرواطي. قرار اليوم كان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كان قرار بمنعك من دخول إلى الملعب، وأنت رئيس سابق يعني لست رئيس حالي ولست مسير، والبيان كان من طرف فريق الثورة كان يستنكر هذا القرار. ماذا حدث بالضبط سيد زرواطي؟ وش صار في 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 الملعب أثناء مباراة شبيبة الثورة؟ السلام عليكم، تحياتي ل لكل 40 مليون جزائري، واشكر الناس اللي راهي في لاطاب الروند، واشكر اخويا خالد على هذه الاستضافه. مرحبا. اولها انا كنت غايب من الساحه الكرويه اكثر من عام، انا عيطوا لي جماعه نتاع شباب الثوره لاني مؤسس الاول في الفريق ولاعانتهم ونوقف معاهم بنيه صالحه، ما كانش عندي مشكله. الا كي دخلت جاني واحد قال لي ها واش يقول ديليغي، سمي ديليغي جا مباركي ديليغي تاع من ولايه نعامه من مالك دوله ديال نعامه، قال لي ها واش يقول رئيس الفيدراليه ورئيس الرابطه. قلت له ما شو مومبر فونداتور دو ليكيب، شو مومبر فونداتور دو ليكيب، ما عنديش هو انسان نحشم منه ونوقر ونحترمه، هذيك هي خرجت رحت. ولكن انا نقول له صادي من هذا المنبر يعني ما عندكش حق باش تقول للرئيس الرابطة الديليغي باش تقول له زرواطي، ماشي من حقك باش تقولها انت ولا رئيس الرابطة ولا الفيدرالية ولا ندير بوزناد. انا اعرف كرة قدم جيدا. سي زرواطي، هل هذا القرار ترى انه ليس مبني على القانون، لانك اليوم حقيقة انت المؤسس للفريق لكن ما عندكش الصفة لدخول الى غرف تغيير الملابس، أما أنه ترى هذا القرار شخصي؟ ما هي الصفة؟ أنت ترى هذا شتو شخصي؟ يعني حبوا يحوزوك من الصطاد كقرار شخصي باش محمد زرواطي ما يكونش في الصطاد؟ حبسوا كاع ما نكونش في كرة قدم، باسكو أنا كرة قدم سوف أكشفه ونعسهم. وش راح تكشف؟ باسكو الشيء اللي يدير هذا رئيس الرابطة، هذا رئيس الرابطة، رئيس من فريق تاع الرابطة الثانية، كيف هو يمثل الرابطة الأولى؟ بأي قانون هو أنتريمان في عام ونص؟ هو أنتريمان بأي قانون؟ بأي قانون عام ونص هو أنتريمان؟ هو راح يستقيل ويترشح للمنصب رئيس الرابطة. نعم راح يستقيل وبعدين يترشح لرئاسة الرابطة ويصوتوا عليه الرؤساء. ما هو شو الرابطة الأولى هو؟ مش يرشحوا عليه. نعم. يخرج من الرابطة الأولى. نعم. ابقى معي فارس، ممكن عنده تدخل، تفضل شوف فارس. أنا ممكن باللي كي يهبط الفريق للقسم الثاني يقاردي لو ستاتي بروفيسيونال عامين. هذه عندي المعلومة. لو ستاتي تاع الفريق ماهوش الرئيس. ما عرفش القانون اللي يقدر يترشح، ما عرفش القانون، لكن على بالي باللي الفريق كي يهبط للقسم الثاني يقاردي لو ستاتي بروفيسيونال عامين. يسمح له القانون باش يترشح ولا ما يترشحش ما نعلمش. القانون ما يسمحش له ستاتي. أكيد. سي زرواطي، شبيبة الثورة اليوم انت راك رئيس سابق، وقلت لي انه الاتحادية اليوم وكأنها حبت تمنعك انت كشخص من الدخول، لماذا في رأيك؟
هذه كواليس كرة القدم لما يجي زرواطي ما يقدرش أنا يتحكم فيه يقول لي ما تهدرش. عام ومس واحد ما هدرش مع سادي في كرة القدم، عام ومس واحد ما هدرش. بصح الأمور راهي مليحة، أنا نشوفه فيها، أنا نشوفه تقنية البار. تقول راهي مليحة أنت، تقول راهي مليحة. ما حيث الانطلاق البطولة كان في الموعد تاعها. ما فيهاش لي هدر. كيف ما فيهاش لي هدر. أنت تشوف فيها مليحة. تفرجت الجولة الأولى شباب الثورة مع مولدها ضربتان جزاء التلفزيون مرمرة الكروم لا يرد اللقطات، لا يرد اللقطات. صح كان تقنية الفار سي زرواطي راي أول مرة في البطولة الجزائرية. احنا نطلبوا تقنية الفار من إعادة اللقطة، على ما ديش إعادة اللقطة وتوري الجمهور الجزائري بلي ما كان والو، ما كانش. الفار يعاود اللقطة يقولك ما كانش. مرور الكرام فاتوا عليها. وراها كاينة في التحكيم الجزائري تقولها تقول يا باع. هي كاينة في التحكيم الجزائري. هي معروفة عبيد شارف عندها عداوة مع شبيبة الثورة منذ 15 سنة. واليوم يتخلص بها على سمية زرواطي. وانا نقول له حسبي الله ونعم الوكيل. وفيما يخص الاتحادية، انا كنت قلت لك انه تقنية الفار واحدة من القرارات التي كانت بالنسبة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، قالت انه سننطلق في تقنية الفار. اسمع لي تقنية الفار، تقنية الفار ماهيش شي ماشي با شي ماشي تمشى. تقنية الفار يشوفها حاكم الحكم هو اللي يشوفها ويقيمها. انا نقول لكم يكون البيناتي ولا جوج مستعد لكل الغرامات ولا لكل كل ما يجيني انا مستعد له. كاين ضربه جزاء او اثنين. انا اروح لك هنا نقطه اخرى، نبقى مع فريق شبيبه الثوره. هل محمد زرواطي عنده طلبات من الانصار من اجل العوده الى رئاسه الفريق؟ ما عنديش رغبه لعودة للفريق بدون رغبه. هل الانصار يطالبوا بعوده تاعك؟ هما يطلبوا هذا. انا ما قلت لك انا ما عنديش رغبه، ما عنديش عوده لكره القدم، ما عنديش رغبه. اليوم راك وما هذا لما نبلغوا الامي العام تاع الفيدرالي نقول له ما بنيش دائما، ما هي دائما تلحد. اقولها له. لماذا هذه الرساله؟ لماذا هذه الرساله في رايك؟ ممكن توضح لنا؟ نعرفهم مليح من كانوا معارضين، نعرفهم من كانوا معارضين. ملي كانوا معارضين كانوا يجونوا يريحوا معايا، نعرفهم. هل شبيبة الثورة اليوم راهو لو دامت لي قبل ولا لحقتها هو؟ وهل الشيخ زرواطي هل ترى انه شبيبة الثورة اليوم راهو من الفرق المهددة؟ مهدد بعبد الشارف هو وليد سادي، مهدد واحد. لماذا؟ مهددين باسكو ما يبغوش يحضر زرواطي. صح زرواطي ماهوش موجود. بغا يتخلصوا منها بكل ناحية. طيب باش تقطع كاع السمية تقطع. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك يا محمد زرواطي، شكرا جزيلا لك. يسلمك صحة. يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك. كان صريح كثير ياسين معلومة، الرئيس السابق لشبيبة الثورة محمد زرواطي، قال انه الفريق يتأثر تحت طائلة تهديد، وانه هناك تصفية حسابات سابقة في رأيه انه مع 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 محمد زرواطي، ويريد ابعاده تماما من النشاط والاقتراب. كان محمد زرواطي الان ماهوش موجود في النادي، هذه من جهه. من جهه ثانيه اليوم انت نشنا في مواقع التواصل الاجتماعي فيه رغبه يعني تاع الانصار لعوده هذا الرئيس. وانا نقول لك الموسم الماضي في غياب هذا الرئيس النادي كان يعاني، كان عانى الويلات. ومش هو يعني اغلب يعني لما تشوف كان رئيس يجي يقعد مع النادي تاعه وكذا الى اخره، ربما الانصار هم حاسين ان دونجي ربما لما كاش. هل اليوم هو عنده، قال لك انا ما عنديش الرغبه باش نعاود تنولي، ولكن لما يكون عندك مطلب تاع الانصار لازم تلبيه. يوم الانصار لازم تلبيه خالد. وانا نقول لك حاجه، النادي في خطر، النادي لانه اليوم في الحقيقه ما كاش ناس اللي يجوا يمدوا مالهم وكذا الى اخره وقتهم النادي. وايضا حقق لهم احلامهم اللي هم على الاقل الانصار ما كانوش يحلموا بها. شوف خالد المعارضه في كره القدم موجوده مش من السنه هذه خالد، منذ سنوات المعارضه موجوده، ولكن المعارضه راح تكون عند الصندوق غدوه مثلا. كاين
جمعية عامة، هل اليوم الرئيس هذا اللي راح هل راح يبقى ولا ما يبقاش، هل الناس اللي راحوا من ربما كاين ناس واسمه يضحك ربما كاين ناس راح يتوجد ربما في رئيس واسمه واحد اخر، هذه كواليس كرة قدم هذا على مستوى الفريق. لكن محمد زرباطي قال ان ابعادي يريدون منه عدم، لانه غياب معارضة اليوم على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم على مستوى رؤساء الأندية، ما كاينش واحد او يتكلم، كله يصفق، لهذا الامور تظهر للعيان انها مليحة. نعم مليحة. أنا قلت لك أنا شباب تصورة بدون زرواطي، أنا واحد من الناس ممكن تصور أن شباب تصورة تكون نهار بدون زرواطي حقيقة معنا، وشفنا العام اللي فات الموسم اللي فات الفريق وهذا الموسم راهو يبين بلي الفريق راهو يتخبط رغم عنده شركة، لكن لمسة زرواطي باينة الفريق. بالنسبة للمعارضة أنا نقول وش عارض وزرواطي كي جا صادي زرواطي ما كانش موجود الفريق والله يعلم، هذه حاجة ما نقدروش نحكم عليها. إذا هذا ما نتمناه إن شاء الله خير بالنسبة لفريق شباب تصورة، لأنه هذا الفريق الذي كان يمثل الجنوب الجزائري ومثل أحسن تمثيل، وهو الذي شارك في مسابقة رابطة الأبطال إفريقيا، وأيضا استضاف الأهلي المصري في ملعب 20 أوت ببشار، وأيضا استقبل عديد الأندية الجزائرية وحقق التحديات من خلال التنقل عبر ربوع الوطن، وأيضا المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وبطولة العربية والتنقل إلى القارة السمراء. هو ممثل الجنوب شباب الثورة الذي كان يعتبر نموذج في التحديات، وسارت على نهجه الكثير من الأندية اليوم، وردية البيض وأيضا اتحاد بسكر العائد إلى المحترف الأول، وسار أيضا على نهجه واد سوف وكثير من الأندية، لأنه الذي كان مستحيل عند البعض أصبح ممكن من خلال التحدي الذي رفعه شباب الثورة من خلال تواجده في قسم المحترف الأول منذ سنة 2012 إلى غاية 2024 مع تحقيق العديد من النتائج. احنا وصلنا مشاهدينا فاضل الحديث معكم في ثانيتين. اذا كاين الناس عقاله في كره القدم هذا الرؤساء هذو لكاين الناس عقاله يسيو على الاقل قربوا بين الناس مش يفرقوا، حاولوا دوك اذا كاين خلاف مثلا بين زرواطي وهو اللي تصادي ولا اذا كاين الناس كانت زمان خالد لما تكون الخلافات ينوض اليوم مثلا محشيف حناشي ولا ايضا اسمه الله يرحمه ولا حضرت هكذا كانت مناسبات ناس قربوهم لبعضهم ناس يقربوا مش الناس خطر. كاين خالد كاين بعض الرؤساء اليوم راهم يصطادوا في المياه العاكرة وكم هم كثيرون خالد. يلا مشاهدينا الفاضل روحوا لفاصل قصير ثم نواصل في نقاشكم معنا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الفاضل في الجزء الثاني من برنامجكم الذي نتابع فيه أهم ما ميز الساحة الرياضية. بالأمس أصدر ستارة على فعالية الجولة الثانية، نتائج كاملة التي نتابعها سوية كانت فيها نتائج متباينة. القمة التي كانت بملعب 20 أوت بين شبيبة الثورة أو شباب الوزداد وضيف وفاق سطيف انتهت على وقع التعادل السلبي. مولودية البيض انهزمت مع اتحاد بسكرة بهدف دون مقابل. مولودية الجزائر تعادلت مع نادي بارادو بهدف لمثله، وشبيبة القبائل في ديربي القبائل في ملعب نيلسون مانديلا وفي ملعب حسين آية أحمد انتهى بهدفين مقابل هدف واحد لجياسكا. وأولمبي شلف تعادلت سلبا مع شباب قسنطينة. والأمس كان أيضا استكمال لهذه المباريات، نجم مقرة تعادلت سلبا مع اتحاد العاصمة، وشبيبة الصورة اكتفت بتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع اتحاد خنشلة بعدما عادت في النتيجة. والصاعد الجديد ترجي مستغانم تغلب على الحمراء ومردية وهران بهدفين مقابل هدف واحد. نروح مباشرة مشاهدينا الأفاضل إلى ترتيب المجموعة أو ترتيب المحترف الأول بعد الجولة الثانية، نتابعه سوية. هذا هو الترتيب، نادي باردو في رصيده 4 نقاط ووفاق سيف في رصيده 4 نقاط بعد لعب جولتين، واتحاد بسكرة شبيبة القبائل 3 نقاط. يعني إلى حد الساعة لم يكن في رصيد أي نادي الذي لعب مباراتين في رصيده 6 نقاط ما عدا 4 نقاط من تعادل وفوز. We'll be right back.
نتوقف مع بعض المباريات مشاهدينا الافاضل. اذا القمه قمه الجوله الثانيه التي كانت بملعب 20 اوت بين شباب الوزداد وفاق سيف انتهت على وقع التعادل السلبي. نتابع بعض الصور. مباراه لم تكن في المستوى الكبير رغم كبار الفريقين، والمباراه التي كانت بمشاركه الهدف التاريخي للمنتخب الوطني العائد الى بيت شباب الوزداد بعد 12 سنه صلى وجلى فيها في عديد الدوريات الاوروبيه، من الدوري البرتغالي الى دوري البريمير ليج الى الدوري الفرنسي ومرورا بالدوري البلجيكي وايضا حتى الدوري البرازيلي. الحديث على اسلام سليماني هدف تاريخي للمنتخب الوطني، عاد الى بيته السابق شباب الوزداد حاملا شرطة القياده لكنه لم يتمكن من هز الشباك. شباب الوزداد فارس صفر لمثله مع وفاق سطيف. والله تشوف معناها ان نروح لك الساعه للاموال ماليا. بعد شباب الوزداد ما نتفاجئ من المستوى تاعو الموسم الفات وهذا الموسم، انا نشوف بلي الفريق كاين حاجه ماهيش تمشي في الفريق رغم الاموال الكثيره. شي تسير شي اللي هضروا عليه مثلا المدار، نشوفوا تناقض كبير في القيمه السوقيه للاعبين الفرق، متفاوته كبيره لشباب الوزداد، لكن نشوف مستوى ممكن وفاق سطيف احسن خاصه من حيث الناحيه الماديه، ومن اكثر الفرق استقرارا من الناحيه الماديه بعد هيمنة على البطولة أربع مرات ثم التتويج بالكأس، هذا الموسم السادس يعني لشباب الوزداد. شوف ثاني شباب الوزداد يبقى يلعب في ملعب 20 أوت، هذا ثاني ماهوش لا يتماشى. نعم ما يقدرش نطلع المستوى تاع البطولة بهذا الملعب. إن شاء الله حتروح إلى ملعب نيسون مونديال. إسلام سليماني كان عنده وعده مع يعني كي 12 سنة كي غادي للجزائر، قال إلا وليت يوم إلى الجزائر، كان قالها محفوظ قرباج الله يرحمه ويوسع عليه فينا اليوم، قالوا اذا وليت الجزائر لن العب في اي نادي ما عدا شباب الوزداد. وحنا نعرفوا انه اسلام كان تلقى عديد من العروض واسمه هنا في الجزائر وبقى في النادي تاعو. ان شاء الله يقدم موسم مليح، ان شاء الله يساعد النادي تاعو مش في البطوله تاعنا، ان شاء الله يساعده في يعني في المنافسه الافريقيه. اللقاء هذا قال تشوف منذ سنوات لقاءات يعني الشباب ووفاق سطيف عاده يقول لك انه الوفاق يحقق نتائج ايجابيه واسمه هنا في الجزائر، ولكن ان تلعب مقابلة كما هذه بلاعبين كما هذو كما قال فارس بالقيمة السوقية تاع لاعبين كما هذو في ملعب كما هذا بشركتين مثل هذو بمدار وسونار غاز بمدار وسونار غاز مثلا لو نجو الاسلام سليماني ربما عنده 12 سنة ما لعبش في واسمو في تاع طرطا بالك 12 سنة عنده ما لعبش لاعبين واحد اخرين مام هو راح 12 سنة عاود ولا ما تبدل والو ما تبدل لا هو ولا قبل وجداد اللي في اسمع حاجة ما تبدلت ولكن اليوم النادي شركة يعني من ورائه أربع سنوات تدي البطولة، الموسم الماضي ما داوش البطولة ولكن احتلوا المرتبة الثانية وداو الكأس. نظن أنه النادي هذا احنا نستناوه في المنافسة الإفريقية. لو تيراج سو راح يكون يوم 7 أكتوبر القادم، إن شاء الله أنه النادي هذا يتحرك في رابطة الأبطال خالد، لأنه اليوم البطولة تاعنا أنك تدي البطولة ولا تحت المرتبة الثانية ولا أمر عادي، ولكن هل اليوم النادي راح يفوت رابطة الأبطال الإفريقية؟ هاو السؤال المطروح، وهاو اللاعبين واش لازم يحطوا في بالهم، وهاو المدرب. أنا شفنا خالد ثاني كاين نقطة أنه بعض الأنصار قدموا انتقادات كبيرة واسمه للمدرب، يقولوا مش يعني بعض الأنصار في مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا يعني المدرب هذا ربما ماش ينجح في بالوزداد إلى آخره، ولكن الكرة راهي عند المدرب وعند اللاعبين خالد. لكن هي حاليا هي الجولة الأولى في البطولة، لأنه الجولة الأولى كانت تأجلت بالنسبة لشباب الوزداد. روحوا نسمعوا تصريح. لا ولكن حتى التأهل في رابطة الأبطال كان بشكل أنفس. شكل أنفس كما قلت. روحوا نسمعوا بعض التصريحات خاصة بالنسبة لمدرب مارتينز مدرب شباب الوزداد عقب نهاية اللقاء على وقت التعادل السلبي. على العموم أداء مشرف، أداء لأكدوا به يعني الانطلاقة تاعنا الصحيحة. الحمد لله هذه ربع نقطة. مازال ينتظرنا عمل كبير يعني خاصة في من الناحية الدفاعية، من الناحية الهجومية وين يعني رانا نخلقوا فرص، لكن يعني التسديد راهو دائما يعني عندنا مشكلة. العمل إن شاء الله من عمل المثابرة إن شاء الله راح نكونوا أفضل إن شاء الله. نشكر كذلك يعني الجمهور تاعنا اللي أعطانا سند اليوم، أعطانا دافع كبير وين شفنا نتنقلوا بأعداد كبيرة. نشكرهم ونهديو لهم هذه النقطة هذه إن شاء الله. نقطة اللي تخلينا يعني ان شاء الله نكملوا المشوار بأريحية ان شاء الله. On a fait une première mi-temps difficile. On n'a pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. On était en retard sur le plan défensif. La deuxième mi-temps a été bien meilleure. On s'est créé quelques situations. Donc c'est vrai que c'est une déception de ne pas avoir gagné à domicile devant notre public.
Maintenant, il faut continuer à travailler, corriger ce qui n'a pas fonctionné pour gagner les prochains matchs. C'était un premier match. Et c'est vrai que le résultat n'a pas été ce qu'on attendait, mais on va travailler pour les prochains matchs. C'est vrai qu'en première mi-temps, on était un peu timide, mais en deuxième mi-temps, on s'est réveillé, on s'est créé des occasions. On n'a pas pu marquer, dommage, mais ça va, c'était le premier match. Il y en aura d'autres matchs, on va se rattraper et on va gagner. Oui, on le savait ça, qu'il n'avait pas joué avant. Il avait beaucoup de motivation. Nous, on avait Ayman Marius qui était blessé aussi. Donc c'était l'occasion devant le public ici au 20 août de le faire jouer. Il a été sur des situations chaudes, première mi-temps, deuxième mi-temps. Maintenant, il n'a pas marqué, mais en tout cas, c'est un joueur important pour le groupe aussi. Et maintenant, écoutez, c'est le collectif qu'il faut travailler pour s'améliorer et gagner les matchs. C'est un grand frère, c'est un ancien, il a beaucoup d'expérience, il nous aide beaucoup, voilà, il nous apporte son expérience. On espère qu'avec lui, on va faire de grandes choses, il va nous aider avec son expérience. Et voilà. إذن هذه المباراة كانت انتهت على وقع التعادل الإيجابي. حامل اللقب مولودية الجزائر لم تكن بدايته موافقة عندما استقبل بدون جمهور، لكن في قلعته ملعب علي لابوينت بدويرة استقبل نادي بارادو هذا الأخير، حقق تقدم في البداية بهدف دون مقابل ثم عدل النتيجة. من هو اللاعب أندي ديلور، اللاعب المنتخب الوطني سابقا والمتوج بالمنتخب مع المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا، أغلى صفقة في فريق مولودية الجزائر وحدة من أغلى الصفقات في القارة الإفريقية، افتتح عداد التهديفي. فارس، مباراة للمولودية لم تكن وفق الطموح، مولودية الموسم الماضي لم تكن بدايتها جيدة هذا الموسم. ما شفناش كثير، شفنا شوط أول فيه شوية لعب من طرف بارادو، الشوط الثاني ما فيش، ما بارادو ما لعبش، ولات كرات كلها ما فيش لعب، الشوط الثاني ما فيش كرة قدم، مستوى. هل هذا الأمر يتعلق مع بداية الموسم؟ لأنه الجولة الأولى الجولة الثانية بداية، أنا نقول بارتير دو تروازيام جورني دي الفرق كل تتسرح. مولودية واش تتوقع من هذا الموسم؟ شوف، في غياب الليلي استنجد بديلور من ناحية النجومية، لكن فوق أرضية الميدان كلام آخر مع المدرب وتوظيف اللاعبين، استخدامات عديدة خاصة في وسط الميدان، يعني خيارات عدة متاحة بالنسبة لأمير بومير الذي قال أنه مع ذلك هجز إصابات عطله شوية في المباراة الاتحاد الإفريقي وكأس رابطة الأبطال وأيضا في البطولة. قالت مولودية الجزائر أيام قبل كان همهم الوحيد هو أنهم يتأهلوا إلى رابطة الأبطال إلى دوري المجموعات، حقوا الهدف، لكن في لقاء البطولة خالد حتى أرضية الميدان أعاقت شوية اللاعبين. نظن أنه اللقاء خالد ما تحش باللي يعني مولودية الجزائر بالأرمادة تاع اللاعبين باستخدام أندي ديلور، ما تحش يعني هذاك النادي ربما غياب الجمهور، ربما غياب اسم الجمهور، ولكن في اللقاء الأول ما تحش يعني 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 هذا النادي راح يعني ربما راح يلعب بالأدوار الأولى، لأنك اليوم تارك تلعب في الملعب تاعك، وشكون هو النادي اللي يدي البطولة في الأخير؟ هو النادي أولا اللي لازم ما يخسرش في الملعب تاعه ويجيب أكبر عدد من النقاط في يعني من الخارج. مولودية الجزائر أول تعثر، بس الشوط الثاني ما شفناش كرة قدم. ما كانش لا الشوط الثاني ما كانش خالد، الشوط الثاني ما كانش كرة قدم، ما تحش انه هذا لقاء تاع المحترف. حتى من ناحية بارادو لعب في الشوط الأول. الشوط الأول نعم. الشوط الأول حتى ركلة الجزاء تحصل عليه بعمل فردي من اللاعب أبو عالية وين تقدم وتخل، بعدها كانت العرقلة والتعديل من المولودية كان من لقطة واحدة فقط. هل تتوقع انه ممكن المولودية تعود في قادم المباريات، خاصة انه هذه المباراة جاءت بعد تأهل صعب وبشق الأنفس في مباراة دراماتيكية مع الاتحاد المنستيري؟ القادمة او بعد القادمة اكيد راح يتبدل المستوى، راح نشوفه فريق اخر. راح نسمعوا لتصريح امير بومير، كان تحدث على هذه المباراة وايضا تحدث على نقطة اخرى فيما يخص الرزنامة الصعبة بالنسبة لمولودية الجزائر التي تنتظرها عندما تواجه شبيبة القبائل غدا او يوم ثلاثاء، وايضا الجولة التي بعدها عندما يواجه نادي الرياضي القسنطيني. Quand on est Mouloudia, quand on a un effectif comme ça, de pouvoir faire tourner. Après, c'était une première mi-temps huis clos, difficile,
où l'adversaire nous a beaucoup pressé, où avait envie, j'ai envie de dire, n'avait rien à perdre, ils ont gagné leur premier match, ils se sont dit on va jouer chez le champion en titre, on va les secouer, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais je pense que la deuxième mi-temps est de notre calibre, je pense que on a vu de bonnes choses. C'était un match très engagé, sur une pelouse pas forcément évidente pour essayer de développer du jeu. Où voilà, il y a eu un pénalty, on est revenu au score. Donc plutôt que de toujours tirer sur l'ambulance et être négatif, je suis quelqu'un de très positif et je me dis ce match-là on aurait pu le perdre. Et ce soir on prend moins un point. Il nous manque les deux points, mais je pense que certains m'ont donné beaucoup de satisfaction. Je pense que l'entrée d'Andy Delors a été conséquente. Il est conséquent, il a eu que deux semaines de préparation. Akram Bourras qui je pense commence à avoir du volume. Et puis d'autres joueurs forcément qui avaient la chance d'avoir du temps de jeu. Et c'est pas évident. En effet, le mokable, ça l'air. أيت عبد السلام خلتنا نقبلوا المقابلة. تعرف بطبيعة فريق يلعب في بلاده يلعب في ميدانه، ممكن مسيناه شوية يعني، خاصة سجل الهدف الأول هذاك خلاه هو ياخذوا يعني بزمم الأمور ويرجعوا في المقابلة. ضغطوا علينا، ضيعنا بعض الـ الوان تو وان في وسط الميدان، وذاك اللي خلى يعني الفريق المنافس ياخذ أكثر ثقة وخلق الفرص. شفنا يعني دو كوفخو دونجورو، شفناه يعني في المقابلة ضد المستير سجلوا هدف نعيش على كفرو في نفس البلاصة. كنا متخوفين شوية، ولكن بالنسبة لنا احنا الحمد لله. أنا ديما نقول جو سوي جامي ساتيسفي، مي فرحان برشا باللي فور اللي عملوه ولادنا في دوزيام تون. ممكن حتى المويناج نتاعنا 21 مويناج، دونك هذه حاجة ترجع للفريق بونادو واللاعبين اللي موجودين. C'est les aléas de Raoui, c'est une fracture, donc c'est une blessure, j'ai envie de dire, il tombe, il se fracture, c'est pas une blessure musculaire où on pourrait redire sur la planification, la préparation. Donc Raoui, c'est vraiment un mektoub, comme on dit, c'est pas de chance, sur une vieille blessure, puisqu'il était déjà, il avait déjà été opéré. Après, Taïm Meziani, c'est toujours la même chose, c'est qu'il est venu très tard dans le mercato, donc il n'a pas eu une préparation complète. Et donc, il s'est, je crois, fait mal à l'échauffement sur le dernier match. Et pour Khamissou, Ben Khamassa, il s'est blessé sur le premier sprint. Et pourtant, il était très très bien à l'échauffement, je suis allé le voir. Donc, on va attendre 48 heures pour faire un bilan. Est-ce que c'est une grosse contracture? Est-ce que c'est plus sérieux? On vous tiendra au courant, mais c'est vrai, je pense que tous ces événements qui se sont passés sur ces derniers jours, on est un peu tous contrariés parce que voilà, pas besoin de revenir sur ce qui s'est passé, tout le monde le sait, et c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, donc voilà, mais mes choix sont normaux parce qu'on rejoue mardi à la JSK, on se redéplace à Constantine et on recevra le MC Oran, tout ça en une petite semaine, allez, 8-10 jours. Donc c'est normal de faire souffler. Et voilà, donc après je vous laisse commenter les choix du coach, mais on se doit toujours, de préparer aussi sur une planification. Parce que quand on vient voir un match de football, c'est pour faire la fête. Et je vous dis, moi, à la fin du match contre Monastir, je suis sorti épuisé et choqué. Je suis venu ici, j'étais choqué, et ça a été très difficile, vraiment. Donc ça doit servir de leçon. Ce pays, il y a un football magnifique, on a des infrastructures, on doit tous s'aider pour qu'on puisse voir un spectacle, que les gens viennent au stade faire la fête. Que je vois de plus en plus d'enfants autour des stades, et ça c'est ma fierté, je vois des enfants venir chanter, ça c'est positif. Je veux voir ça autour, les gens faire la fête. Et on doit y arriver, on va y arriver. Parce que le football, c'est un vecteur mondial de passion, de confrérie, d'amour. On doit développer ça et on ne doit pas baisser les bras. Donc tous les acteurs, on doit céder, on ne doit pas baisser les bras. Donc oui, on a été perturbé toute la semaine. Oui, c'est normal. C'est normal. Et quand on revient dans ces lieux
où on voulait faire la fête et célébrer, et que c'est un petit peu comme ça, une atmosphère difficile, on fait une minute de silence, moi j'ai les images qui me reviennent, c'est sûr que c'est difficile de rentrer dans le match. Donc c'est pas une excuse, mais c'est une réalité. إذن طبعا حتى أمير بومير كان يشتكي من هاجس إصابات مثل ما كنت أتحدث من قبل، إصابات رغم الخيارات الفنية، لكن مع ذلك عليه أن تتدارك في لقاء الغد واليوم الثلاثاء المقبل. قبل ما نتحدث على لقاء تسوية الرزنامة المحترف الأول في جولته الأولى، نتوقف أيضا مع الدربي القبائلي والذي جمع صعيد الجديد أولمبي أقبو مع المضيف شبيبة القبائل في ملعب نيلسون مونديلا في مباراة كانت كبيرة على كل الأصعدة، خاصة من حيث التنظيم، من حيث أيضا الحضور الجماهيري الكبير في مباراة استوفت بكل الشروط بفوجة في المدرجات وثلاث أهداف سجلت في ملعب كان متميزا وكان إضافة نوعية حتى جمالية الصورة، وأيضا حسين أن هذه البطولة أصبحت لها ميزة خاصة عندما تكون في ملاعب بهذه المعايير، لكن يجب أن ترافقها العديد من النقاط حتى نصل إلى ما نطمح إليه من خلال الترويج إلى البطولة الجزائرية وأيضا إلى المحترف الأول وإلى لاعبين وأيضا تسويق للبطولة. هذه الصور التي نشاهدها صور جميلة كثير فارس. والله الملعب هذا كل واحد يتمنى يزوره، سبحان الله، أول مرة نشوفه ملعب بمعايير عالمية ولا أوروبية، تحس روحك كأنك في أوروبا. والله فرحنا نشوف تحفة كما هذه، معناها حاجة زيادة للوطن وإضافة لشبيبة القبائل. أنا الحاجة اللي شوف وش عجبني كاملة ماجري ستاد منا، الحاجة المليحة اللي شفت صورة تاع المرحوم حناشي، هو اللي كان استلم ملعب أول نوفمبر، كان ملعب أول نوفمبر وبعدها كان ملعب نيلسون. يعني هذه الفكرة تاع الملعب هذا خالد جات من عنده الله يرحمه ويوسع عليه. احنا خالد كان زميننا وكان يجينا للشروق وكان هو اسمه صديقنا، كان دائما كان يحلم انه فريق شبيبة القبائل، هذا الفريق الكبير لازم يكون ملعب عنده اسمه كبير. اليوم هو تحقق الحلم خالد، هو ما كاشو الله يرحمه ويوسع عليه. خالد نشكر كل الناس اللي خمت باش دارت هذيك الفوتو تاعو خالد، لانه صح يعني صح ما توشيها الفوتو، كل ما داروهاش يفوت علينا نورمال، لكن كي دارتها بلي ناس تعرف قيمه هذا الرجل، قدم كثير لكره القدم الجزائري وقت ما كان الفريق الوطني ما يعطينا حتى في نتائج، وما كانت شبيبه القبائل هي اللي تفرح الشعب الجزائري. صحيح. وخاصه هذا الرجل عمره ما كان جهوي، انسان وطني يحبه كل الجزائريين. صحيح. وفي وقت من الاوقات فارس، في وقت من الاوقات انه فريق شبيبه القبائل كان يقدم للمنتخب الوطني بالسبعه بالثمانيه بتسع لاعبين المنتخب الوطني. في وقت كنا نعيش ازمه تاع في كره القدم الجزائريه، كان الناس في التسعينات. وزيد خالد انه هذا الرئيس الوحيد ربما في افريقيا اللي دا ثلاث كؤوس افريقيه متتاليه بالجيل من اللاعبين، في اربع بطولات كؤوس جمهوريه. اليوم انا قلت حاجه، كل انصار شبيبه القبائل خالد انهم راهم يحتفظوا بالذاكره تاعهم يعني بواحد اسمه محشريف حناشي حتى اسمه كان مطروح، تسميه الملعب بملعب خيارات واطلاق تسميه. اليوم حتى هما يعني اطلقوا اسم المجاهد، لانه المنطقه فيها رجال، فيها رجال. عندك وش تخيل ولكن نتمناو خالد من هذا المنبر رساله الى ولي ولايه واسمه تيزي وزو او رئيس بلديه تيزي وزو او الناس هذو، يفكروا على الاقل اعطاء هذا يعني لو نون تاعو اسمه حمد شريف حناشي على حاجه في تيزي وزو. ما على باليش انا شنو هذه الحاجه، ولكن يخموا على الاقل لما تكون حاجه ولا مستقبلا ولا يخموا، لانه هذا رجل صح خالد، يستحق الرجل الجزائري، انسان وطني، انسان خدم كره القدم الجزائريه خالد. ورغم خالد بعض الناس ربي يسامحهم انهم داروا له خالد، داروا له كما يقول لك بعض العراقيل في الفتره اللي كان فيها هو رئيس خالد، لما واسمه في الفتره، ولكن نظن اليوم واسمه هذا الناس لما يتفكروا انه خالد لما بنى هذا النادي هو خالد في ظروف صعبه وصعبه جدا، بنى النادي هذا وما كانش عنده الاموال خالد في فتره من الفترات خالد. يا ياسين سنوات وحتى سنواته الأخيرة مع فريق شبيبة القبائل، رغم كل المؤامرات التي كان يتعرض لها فريق شبيبة القبائل، مع ذلك لم يسقط، بقي صامد.
سنوات السوداء هذيك كانت شبه القبائل فرحنا، انا قلت لك هذا الرجل يستاهل كل شيء، يستاهل كل خير، واني قلت لك انا فرحت بالصوره تاعه في الملعب اكثر من كل شيء. والمباراه كانت كبيره على الامور الفنيه، خالد استوفت بكل الشروط، ديربي قبائلي مليحه. خالد مقبل انا مديت معلومه، قلت لك انه المنتخب الوطني بنسبه كبيره 99.99% لقاء الجوله السادسه امام المنتخب الليبيري في تيزي وزو، لانه لما نشوفه خالد صح واحد منطقي لما يشوف اللقاء بعيدا عن الناحيه التقنيه، نشوفوا مثلا يعني الجمهور، الملعب، كيفيه الدخول الى اخره، تحس انا والله العظيم يا خالد انا شفت مقابله من بدات حتى خلصت، حسيت اني راني نشوف لقاء كاس افريقيا. هي انا نعطيك عنوان، عنوان كان واحد من الجريده دون ذكر اعتقد في موقع التواصل الاجتماعي، قال صوره مسربه من الدوريات الاوروبيه الى بطوله الجزائر، وهي خالد وهي 100 تاع الكورنال هذيك. ايوه تاع الكورنال. نتمنوا انه خالد انه اليوم الطاقم اللي راح في شبيبه القبائل، سواء الوزير السابق والدعلي ولا حكيم مدان ولا دودان ولا الناس اللي راحين في مشابه خالد، لازم يحافظوا على الملعب هذا، رساله منا لهم، لازم المحافظه على الملعب خالد من جهه ثانيه، الجمهور اللي هو في الملعب يعرف باللي النادي تاعو راح يفوز، راح يتعادل، وراح يخسر. انا عجبتني ثاني واحد اللقطه انه انصار شبيبه القبائل بعد نهايه اللقاء خالد كامل راحوا ينظفوا حمله نظافه في الملعب، كنا نشوفوها في بعض الملاعب خالد الاوروبيه الى اخره، ولكن يوم مباشره رانا شفناها هنا في الملعب هذا. ملعبنا. هذا ملعبنا وان شاء الله نحافظوا عليه، والشبيبه خالد مع عبد الحق بن شيخه واللاعبين والطاقم هذا ان شاء الله يعاودوا يقولوا المستوى اللي كانوا فيه سنوات سابقه. ان شاء الله، وهذا ما نتمناه طبعا بالنسبه لشبيبه القبائل وايضا كل الانديه. تفضل فارس. انا نقول بملعب كما هذا تحفه، شركه راعيه للفريق، وتعداد كما هذا الطاقم بن شيخه. طاقم بن شيخه. لو الفريق ما يلعبش البوديوم ما عنده حتى عذر. مشاركه افريقيه الموسم المقبل لازم. اكيد. فريق صنع، فريق شبيبه القبائل صنع الالقاب. وايضا يعود فقط للمكانه التي يستحقها شبيبه القبائل، ليس اكثر ولا اقل. شبيبه القبائل يجب ان يعود الى ما يجب ان يكون عليه. شوف انا كانت لي الفرصه اني كنت متواجد في شبيبه القبائل لما النادي هذا كان يلعب الكؤوس الافريقيه الثالثه، كنت نسافر مع شبيبه القبائل. خالد شبيبه القبائل عندها قيمه كبيره في افريقيا. الناس ربما خالد قيمة كبيرة في افريقيا، وين طلع في افريقيا خالد؟ مازال يحتفظوا باسماء اللاعبين تاع شباب القبائل، موسى صايب ولا عز بن حملات ولا حكيم الدان ولا اي صاد مياد دغيغ صاد دغيغ عبود هذوك كامل عبد السلام، شوف مازال يحتفظوا به لانه هذا النادي خالد ربما بعد مولودية الجزائر ربما هو النادي الاول اللي تحصل على هذا يعني هذا الكاس، انه كان يشارك بصفة عادية في المنافسة القارية كاس الكاف ولا كاس رابطة الأبطال، كان يشارك بصفة عادية. اليوم نتمنوا أنه لما جات هذه الشركة خالد وجاو هذا الطاقم اللي يلعب كرة قدم مليح مع هذا اللاعبين، نتمنوا أنه النادي هذا أولا يولي المكانة تاعو أنت اللي قلتها، ولازم نشوفوا لاعبين من شبيبة القبائل في المنتخب الوطني. لازم اللي كان هذا النادي كان خزان للمنتخب الوطني، نتمناو يعني اللاعبين اللي راهم موجودين يبذلوا قصارى جهودهم باش يعاودوا يولوا للمنتخب الوطني. هذا فيه لاعب اعتقد مداني متواجد مع ولكن المنتخب الوطني. خالد هاوجه جديد وافد جديد احنا نحسبوا احنا نهضروا ابناء الفريق وان شاء الله ان شاء الله الطريقه تاع عبد الحق بن شيخه. انا خالد انا نعرفوا عبد الحق بن شيخه حبيبنا من زمان الى اخره، عنده صرامه في العمل خالد، منو انه الصرامه لازم يتقبلوها اللاعبين باش يعاودوا يولوا للمستوى تاعهم. روحوا نسمعوا تصريح عبد الحق بن شيخه بعد نهاية هذا اللقاء الكبير بين الفريق صعد الجديد أولمبياك بو وشبيبة القبائل، والذي انتهى لصالح الفريق بهدفين مقابل هدف واحد. C'était un match très difficile, on le savait. Nous nous sommes préparés en conséquence. C'est un gros morceau. أبغى تعرفوا شحنا الدربيرة يولي الإنسان فيه عشر عباد. C'était le premier match et on ne voulait pas Nkhibou had le grand public li djalium, chapeau. Nous avons tout fait. Il y a eu des temps faibles, il y a eu des temps forts. Nous avons marqué très tôt le but Fzdina Labdiana. Après le but, Oulina Jirouf, le score à une minute de jeu. Mais 89 minutes. وانا جو فولي با سا، ما جو فولي جوي قلت ماما الماركوش، قلت الاولاد ريستي كونسونتري، فيت اون في دو لا بوسيسيون، غارديو بالون تاعنا ما تقلقوش، الوقت اللي نماركيو
جا البيت في لا بريمير ميتون بون ماشي سي با مالور بور نو. على كل حال اللعب ديالنا بدلناه ولينا نجريو في لو بيت ولينا قاعدين اللور ولينا حتى خدينا بينالتي ومن بعد خرجنا اوروزمون لا دوزيام ميتون درنا دي شونجمون لي عطاو الوسمو ديالهم. Je remercie mes enfants pour le bon match les Daro. Le conseil on est باش تفوز بمقابل لي ميساج الاهداف اكثر من المنافس هذا اللي ما تمكناش باش نديرو حنا اليوم تو سامبلومون يظهر لي بوزيسيون لا توني دو سي بروميس سي ان ديربي كي ا كي تي بيان على او نيفو دي بوبليك بالنسبه للفير بلاي هذا في التيران مالغري لونجاجمون مالغري ما كما نقولوا الشباب القبائل اللي طلعت قدام جماهيرها ومستحقه ثلاثة نقاط. احنا جينا حابين نبينوا ونكونفيرميو ان تي بو السورتي نتاعنا الاولى وحنا كيما نقولوا الفريق مازلنا وحبه حبه نبنيو وان شاء الله معناها كل مواجهه نبين وجه مشرف ونحاولوا ناخذوا النقاط. نروح ايضا مشاهدينا الفاضل الى المباراه اخرى عن الجوله الثانيه والتي كانت بشلف بين اولمبي شلف ونادي الرياضي القسنطيني. مباراه لم تكن في مستوى تطلعات على الاقل الطاقم الفني من خلال تصريحاتهم والمباراه التي انتهت على وقع التعادل السلبي. مباراه كانت فيها حذر شديد من كلا الفريقين. أولمبي شلف فارس يبحث عن ظلته من موسم إلى آخر. هذا نتيجة منطقية لكن شو بلي أولمبي شلف راح يعاني هذا الموسم. نقول راح يعاني هذا الموسم. لأنه في الموسم السابقة كان يحافظ على البقاء بصعوبة. صعوبة لكن هذا الموسم ممكن راح يعاني. استمرار المعاناة صعبة. نعم. أزيد ممكن معاقبة المدرب. سمير زاوي. شوف خالد أدنى اعتبر ان اولمبي شلف احد الانديه المحقوره في البطوله تاعنا بدليل انه في السنوات الماضيه خالد كل الانديه اللي كانت تفوز بكاس الجزائر كانت تدير بعائله 5 ملايير. نادي اولمبي شلف في الموسم الماضي لما ادى كاس الجزائر معلومه مؤكده 100% انه ادى 1 مليار سنتيم خزينه النادي. هذا من جهه. اليوم النادي هذا خالد من بدايه الموسم الى يومنا هذا ونزيد لك معلومه فقط بعد تاخر كبير يعني ما داش وقتها ما داش في وقتها ودا مليار سنتيم انديه واحده اخرى في سنوات ماضيه كانت تدي بربعة بالخمسه بست ملايين. ياسين اول فريق فايز بالبطوله المحترفه ايوه واولمبي شلف 2005 هذا 2010 زين منذ بدايه الموسم الى يومنا هذا اولمبي شلف تلقى الى مبلغ 4 ملايير سنتيم. يعني من اللي بدا من الموسم اليوم هذا اولمبي شلف 4 ملايير سنتيم. 4 ملايير سنتيم في انديه واحده اخرى هي ربما استخدام لاعب او لاعبين. يعني شوف يعني رغم كل هذه المشاكل والنادي قام التحضير الى اخره ولكن حاجه مؤكده انه عنده ديون كبيره يعني عنده ديون يعني باش يسلكها لازم له شركه وطنيه. انا نقول الشركه في وقتها راح يؤدي موسم صعب. هل هي نتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الرياضي القسنطيني ام سلبيه؟ لانه اذا كان اولمبي شلف في هذه المعاناه وشبيبه ونادي الرياضي القسنطيني تعادل خارج بالنسبه للاداء نتيجه منطقيه. هي شوف الاداء تاع كلتا الفريقين نتيجه منطقيه. هي لو نجو ما استثمرش شباب سامحني ياسين ما استثمرش معناها نقول احنا في المستوى تاع اولمبي شلف شباب قسنطينه. حتى شفنا المحلل التلفزيون الجزائري تاع التحكيم قال انه اولمبي شلف الحاكم حرمهم من ضرب الجزاء. دونك نقول لك ضربه جزاء مؤكده ماشي مؤكده ما على باليش ولكن انه انا نظن انه شباب قسنطينه كان بامكانه تحقيق نتيجه ايجابيه نظرا للمشاكل التي يتخبط فيها أولمبي. يعني واسمه الاولمبي. ونزيد نقول لك حاجه خالد انت قلت لك انا في البدايه الانديه اللي راح يعني تسقط هي الانديه اللي ما عندها شركه تروحوا نسمعوا تصريحات المدربين بعد نهايه المباراه والتي لم تكن مرضيه بالنسبة لهما. أول نقطة في هذا الموسم أمام فريق لاباس به فريق شباب قسنطينة مرينا احنا كانت مقابلة أولى أمام بارادو كانت مقابلة من ناحية المردود سواء من ناحية البر المردود أو النتيجة أمور سلبية عديدة خلتنا نمر بأسبوع صعب. عملنا احنا كطاقم فني على
استرجاع ولا على العامل النفسي تاع اللاعبين تاعنا من اجل وضعهم ثانيا في داخل المنافسه. ما كانتش مقابله سهله، خاصه انه لعبنا امام فريق شباب قسنطينه اللي فريق خرج وتاهل نظام المجموعات في المنافسه الافريقيه، فريق اللي سواء من ناحيه التحضيرات او من ناحيه عدد المقابلات اللي خضعها، خاصه المقابلات الرسميه ربع مقابلات في المنافسه الافريقيه، يخليه اكثر جاهزيه على فريقنا. اليوم المباراه امام جمعيه اولمبي شلف كانت على شطرين نقدر نقول. الشوط الاول اللي كان متكافئ نوعا ما، يعني ما كانتش فرص كبيره بين الفريقين. اعتمدنا على يعني طريقه التحكم في الكره نوعا ما، لانه الفريق نوعا ما في اليومين الاخيرين يعني كانت عندنا بعض التغييرات في التشكيله اللي نظن هزت نوعا ما نقدر نقول طريقه لعبنا، وهزت نوعا ما التوازن اللي كان موجود من قبل. ضيف الى ذلك نظن لا ديكومبريسيون تاع الفريق كنا ننتظروها وتكلمنا عليها مع يعني بعد تاهلنا الى دور المجموعات، تواطون ديكومبريسيون شويه من الفريق، لكن يعني حضورنا الشوط الاول كان بامتياز صراحه. الشوط الثاني نظن جمعيه اولمبي شلف خذا اون اوبسيون، قدر تما يضغط واستغل بعض الهفوات اللي اخطاء خاصه في تمريرنا للكره وفي اعتمادنا تقريبا، يعني ما لقيناش الخط الهجومي تقريبا واحد الربع ساعه و20 دقيقه وهو كثير يعني صراحه. استغلها نوعا ما جمعيه اولمبي شلف، الحارس تاعنا كان له دور كبير في الحفاظ على النتيجه تاع اليوم. وفي الاخير نقول نقطه مهمة جدا في بداية الدوري. إذا النتيجة لم تكن مرضية بالنسبة لنادي الرياضي القسنطيني وأيضا بالنسبة لأولمبي شلف، لأنه الأداء كان باهت وفق تقدير المدربين. مباراة أخرى لن نتوقف عند نتيجتها ورغم أنها نتيجة إيجابية بالنسبة لصاعد جديد ترجي مستغانم الذي فاز على مولودية وهران في مباراة كانت لصالح الصاعد الجديد ترجي مستغانم، لكن المباراة هذه التي كانت فوق أرضية ميدان ملعب محمد بن سعيد كانت أرضية كارثية أو أرضية ليست جيدة، انتهت لصالح الترجي بهدفين مقابل هدف واحد. لكن بعد نهاية اللقاء كانت إدارة الترجي رفعت بيانا مثل ما سنتابعه على موقعها الرسمي، تناشد فيه السلطات المعنية والجهات المعنية بالإسراع في إصلاح أرضية ملعب محمد بن سعيد التي وصفتها بالكارثية في بيانها الرسمي، كما شاكرت السلطات الأمنية على التنظيم الجيد. وإدارة الترجي على واجهت أيضا قالت بأن هذه أرضية سيئة وقد منعت الفريق من تطبيق أسلوب لعبهم كما يرغبون، والملعب يظهر في حالة مزرية وهو ما يعيق أداء اللاعبين ويشكل خطر عليهم، وأيضا ملعب محمد بن سعيد بمستغانم غير صالح لاستقبال المنافسين في المباريات. يعني فارس فريق ينشط في المحترف الأول حقق الصعود بعد ما ضيعوا الموسم الفارط وعادوا صعد هذا الموسم ما عندوش ملعب وفق المعايير التي يمكن أن يقدم فيها لاعب كرة قدم أداء راقي. هذه النقطة هذه خالد هنا ياسر عوامل اللي يجي في هذا الاسمال، الاستقرار في الإدارة في الفريق هو اللي راح يطالب بهذه الأمور، والسلطات اللي تكون ترافق الفرق في لما تصعد. احنا شفنا كاين ولات في بعض الولات تلقاهم يمنحوا كل اسمه المساعدات للفرق، وكاين ولات ما عندهمش كان ما عندهمش فريق ينشط في القسم. لما لازم الرجل الأول في الولاية ما ساعدش الفريق كون راح يساعد ودير الشباب هذا ما تقدرش تعطيك أموال. صحيح. والي هو اللي يقدر، شفنا ولات تمنع في ملايير وتوقف على الملاعب وكاين ولات ما يقدرون. قلت لك لازم السلطات في الولايه هي اللي تقدر، والاستقرار في الاداره تاع الفريق هو اللي يجيب الاضافه اللي لما يجيب رئيس ويروح رئيس ما يقدرش يجيب لك، ما يقدرش يتبع هذا الملاعب. ياسين، هذا الملعب محمد بن سعيد بمستغانم الاداره تقول وكانها لن استقبل مره اخرى في هذا الملعب، يجب ان تدخله لانه شكل خطوره بالنسبه للاعبين. أنا نظن اللي من المستحيل باش النادي هذا يلعب فوق أرضية كما هذه، أرضية تعتبر خالد أكبر من يعني راح تشكل خطورة على اللاعبين،
زيدوا علينا في بدايه الموسم. اليوم النادي هذا في ال 14 لقاء اللي بقى لهم هنايا ولا 13 لقاء كيف رايحين واسمو يستقبل؟ واذا كانت ايضا تساقط الامطار راح تكون كارثيه. هل ممكن يستقبل في ملعب ميدو هاتفي لانه مستغانم قريبه شويه من هل اداره مثلا ميدو هاتفي ولا الشركه اللي راح تسير الملعب ولا الوالي ولي الولايه ولا الناس ملعب سيق قريب لهم يقرب سيق ايضا هل هو متواجد في حاله مليحه او تاع المشكل وراء لانه اليوم مش احنا في الجزائر رايد فريق نقولوا احنا هي الماليه الوضع المالي هذا من جهه ثانيه اليوم المشكل في الجزائر مش الملاعب ملاعب ربما تروح لكل بلديه تلقى ملعب الى 1700 بلديه يعني 1700 ملعب المشكل مش صاعد جديد ما عنده شركه وضعيه الماليه ما نقدر صعب جدا اليوم عندك الحق اليوم كيفاش الصيانه تاع الملاعب هذو او ملعب عالمي تبنى عنده اقل من سنه صيانه ما كاش الناس اللي قلت لك اليوم هذا خالد اليوم الناس لازم تفكر في الطريقه المثلى كيفاش نسيروا هذه الملاعب اليوم مثلا ان شاء الله ملعب في زيو زو يبقى الحاله تاعو ان شاء الله ملعب باوس مقسنطينه ملعب عنابه لذكر خالد انه لقاء اتحاد الحراش واتحاد عنابه في الجوله القادمه أجل. تم تاجيله للسماح للمنتخب الوطني باش اللاعبين يلقاو ارضيه مليحه يوم الخميس عام ان شاء الله هذا ما نتمناه بالنسبه للترجي مستغانم انه يكون له ملعب يستحق ان ينشط فيه في قسم المحترف الاول بعد ما حقق ابرز اهدافه رجل مقابله في مقابله مذيع سهران ترجي مستغانم عدادي اللي سرحته شلف هو رجل مقابله لا ما سرحته شلف لا معلومه مؤكده مسرح شلف مسرح ما قدرش تحافظ عليه خالد ما نجمش تحافظ عليه قلت لك ازمه ماليه خانقه خالد ملي بدات الموسم انا مانيش ندافع على الاولمبي لا تقدر تحافظ عليه انا نعرف رئيس فريق ونعرف تقدر تحافظ على لاعب ايوه انا نقول لك ياسين تقدر تحافظ على زيدوا 30 ثانيه ماشي الاموال ماشي كل شيء الاموال زيدوا 30 ثانيه مع زملائنا في قسم الباء انا واش قال هو انا معاه انا نقول ما تقدر تحافظ على لاعب كما بعدادين قلت لك رجل المقابله كيف يمكن تحافظ عليه بالاموال هما ما عندهمش اموال حتى بلاش اموال تقدر تحافظ على فريق تكون شوف لاعب لعب عندك وملحت له كل لان شكون حيا عدادي عاود رجع اولمبي شلف سي اولمبي شلف صح دارت فيه خير صحيح يقدر يرجع لهم الخير انا ومش من اللاعب اللي نسى اللي يقدر انا نشوف رايي ولا نقدر لو كان جيت في نقدر نقنع عدادي باش يريح في الفريق يعطيك صحه شكرا جزيلا لك فارس ناصر كنت معنا في هذه البلاطو وان شاء الله ما تكونش الاخيره عدنا مره اخرى لما أكيد. ان شاء الله يعطيك صحه سي معلومه يعطيك صحه خالد تحيه للمدرب السابق لجمعيه وهران وشباب الوزداد بالعياشي عندي 20 سنه ما هضرت معه اليوم هضرت معه هنا نسلموا عليه لازم يجي يحضر معنا يا خويا ان شاء الله نقدموا له الدعوه نقدموا له استدعاء سي بالعياشي عندك استدعاء رسمي هذا من جهه ثانيه خالد يوم اتحاد الحراش خالد هاو جاتني رساله في الهاتف قال لك احنا ثاني نطالبوا باش نلعبوا بملعب نيسون موديلا هذه رساله رسميه من الرئيس رامي نجد يقول من الرئيس يعني مستقبلا انصار اتحاد الحراش خالد وانا شفناهم من حقه من حق من حق كل الفرق الجزائريه اللي تنشط ان تستقبل في ملاعبها رجع لنا المحترف الاول ان شاء الله عشاوشي ومعاه ان شاء الله كل المدارس كروي نتمنى تكون في المحترف الاول يعطيكم الصحه مره اخرى الشكر لكم وصول جمهورنا الكريم على كرم الاصغاء والمتابعه التقي بكم بخير السلام عليكم.